ما تنساش لو مش مشترك في القناة تضغط على كلمة اشتراك أو سبسكرايب بالإنجليزي، وهتلاقي ظهر جنبها رسم الجرس، هتدوس عليه كده عشان يظهر لك إشعار بأي فيديو جديد. وكمان ما تنساش تعمل لايك على الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أخوكم أبو مريم التونسي. إن شاء الله النهاردة فيديو جديد هنتكلم فيه عن استخدام الأملاح المعدنية وإيه أهمية الأملاح المعدنية بالنسبة للحمام أو الطيور عامة. طبعا الأملاح المعدنية من أهم المكملات الغذائية أو من أهم الحاجات اللي بيحتاجها جسم الطائر أو جسم الحمام، مهمة جدا في حالات نقص الأملاح المعدنية، ومهمة جدا في حالات الريش اللي مش مظبوط، يعني لما يكون الحمام ريشه طالع مكسر أو ريشه طالع ضعيف أو الزغاليل اللي بتطلع من غير ريش، فده بيكون ناتج عن نقص الأملاح المعدنية. طبعا في حالات افتراس الأهالي للزغاليل أو حالات تمليح الأهالي من الزغاليل بيكون برضو بسبب نقص الأملاح المعدنية في جسم الحمام. طبعا مهم جدا في حالات فقدان الشهية، الحمام اللي ما بياكلش كويس بتفتح النفس على الاكل، بتخلي الحمام ياكل بكميات كبيره، وطبعا بتساعد في زياده حجم الطير او في زياده حجم الحمام او الزغاليل اللي لسه طالعه عندك، بتديك حجم زغلول كويس بصحه كويسه. كمان مهمه جدا في انتاج البيض، ومهمه جدا في تكوين قشره البيض ان هي ما تطلعش ضعيفه. وكمان مهم الاملاح المعدنيه مهمه في تحسين عمليه التمثيل الغذائي، ان الحمام يزيد بشكل كويس شكل ملحوظ. طيب ان شاء الله النهاردة هتكلم عن نوعين من الاملاح المعدنية. اولا النوع البودر اللي هو الاملاح المعدنية الجافة، والنوع الثاني الاملاح المعدنية السائلة او الليكويد. طيب اولا الاملاح المعدنية الجافة موجود عندي النوع ده، دوت مخلوط من الاملاح المعدنية اهو، دوت بيجي كيس كبير اهو، حجمه تقريبا حوالي كيلو، الوزن كيلو، واحد كيلو اهو، تمام. ده املاح معدنيه بيطري، تمام. زي ما احنا شايفين كده مكتوب عليه المكونات بتاعته، منجنيز وزنك وحديد ونحاس وسيلينيوم وكوبلت. طبعا الحاجات دي كلها مهمه جدا بالنسبه لجسم الحمام، وهنشوف ازاي نستخدمه دلوقتي وهعرفكم ازاي نستخدم ده. بس انا ليا طريقه بستخدم بيها، يعني طريقه خاصه بيا انا بستخدم بيها لوحدي، ما اعرفش اذا كان حد بيستخدمها ولا لا، بس عامه انا هقول لكم ازاي نستخدم ده. هو ده يا جماعه، هناخد منه معلقه كبيره على 5 كيلو كلفه ونرشها على الكلفه، وبعد كده نبدا ناكل من الكلفه دي. بس انا طبعا الطريقه بتاعتي ان انا بستخدم ده مع الاملاح المعدنيه السائل، واللي عندي دوت طبعا املاح معدنيه سائل اهو، بيجي انا ده جايبه اللي هو السائب، يعني ده بيكون ازازه كبيره عند العياده البيطريه او الدكتور البيطري، وبتقول له مثلا عايز 10 سم 20 سم 30 سم 100 سم، بيديك زي ما انت عايز. فطبعا ده املاح معدنيه وده املاح معدنيه، وانا هوريكم ازاي انا بستخدمهم. انا بستخدم الاثنين على الكلفه، الاثنين مع بعض، هنشوف الموضوع عملي ويلا بينا. طبعا طالما هتستخدم اي دواء او اي فيتامينات او اي املاح معدنيه او الحاجات دي كلها، لازم يكون في جردل زي كده الكلفه اهي يا جماعه، تمام. وهنشوف دلوقتي هستخدم منه ازاي. انا هحط منه مقدار معلقه كبيره، لان انا ما عنديش معلقه هنا في العيش، هحط منه مقدار معلقه كبيره على كلفه، هو بالشكل ده اهو. تمام كده، حطيت منه شويه مقدار معلقه كبيره، وهبدا اخد من الاملاح المعدنيه الليكويد اهو، تمام. بس اهم حاجه ترج كويس الازازه اللي معاك او العبوه اللي معاك، تمام اهو. وهناخد منه بالسرنجه حوالي 5 سم، او لو انا مثلا مش معايا سرنجه هاخد غطا من الاملاح المعدنيه الليكويد دوت 5 سم. طبعا كميه الكلفه دي تاكل حمام كتير، فكميه الاملاح المعدنيه اللي انا حاطط عليها مش كبيره، بس الكميه مهمه جدا وكويسه جدا وهتفيد الحمام جامد قوي، تمام اهو. هنفضيها عليها كده بالشكل ده، وهنبدا ان احنا نقلبها بقى على بعضها. ما احنا
شايفين كده مفيش حاجة رقدت تحت في الجردل، يعني مفيش حاجة رقدت معانا في الجردل تحت، أو البودرة، مش بودرة الأملاح المعدنية ما وقفتش تحت، يعني ما نزلتش ما صفيتش معانا تحت عشان ما تروحش فايدتها في التراب بتاع الكلفة. طبعا الكلفة خدت معانا الأملاح المعدنية أهي أهي، بص بدأت تلمع ولونها بدأ يبقى باين عليها إن هي مش عادية، يعني باين عليها إن هي عليها حاجة. طبعا الأملاح المعدنية السائل أو الليكويد ده هو اللي مخلي الكلفة بتلمع بالشكل ده. هنبدأ بقى إن إحنا نستخدم منها ونكلف منها الحمام. هنبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم مع بعض ونشوف. طبعا إحنا بنحط مقدار كبشة كلفة في كل أكياس غيرهم. الحمام بياكل اهو ما شاء الله، عشان ما حدش برضه يقول لي ايه الحمام مش هياكلها عشان ريحتها او عشان طعمها او عشان عليها حاجه. الحمام بياكل اهو ما شاء الله كويس جدا، ما فيش اي مشكله. وهنشوف برضه مع حمام تاني. شايفين اهو ما شاء الله، ده حتى الزغلول، زغلول صغير اهوت وجه هي. هنشوف برضو الحمام اللي متربي ارضي، الحمام حمام التحضين او حمام بلدي ايا كان، برضو هنحط له منها. يعني انت مش شرط يعني ان انت تاكل منها الحمام الغالي بس او الحمام اللي انت عايز من وراء انتاج بس، احنا بناكل كل الحمام زي بعضه لان ربنا هيسالك عن اهتمامك بالطير. طبعا لازم تهتم بيه اذا كان غالي او رخيص. زي ما احنا شايفين كده بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. وزي ما احنا شايفين الحمام بياكل اهوت ما شاء الله، والطعم طبعا او الريحه مش مانع ان الحمام ياكل منها. زي ما احنا شايفين اهوت ما شاء الله عليهم. طبعا الحمام حمام تحضين، حمام بلدي، حمام كريزلي، حمام جمعيات، زي ما احنا شايفين اهو ما شاء الله. حط لهم كمان طاجن بقى عشان عددهم كبير. تمام، عبي لهم الطاجن التاني. طبعا في فيديو انا عامله قبل كده عن ازاي نخلي الحمام ياكل معانا كويس وياكل معانا كميات كبيره، وازاي نفتح شهيه الحمام على الاكل. طبعا اتفرج على الفيديو لو الحمام عندك ما بياكلش كويس او بتحط له الاكل بيسيبه. زي ما احنا شايفين اهوت ما شاء الله الحمام عن تجربه، الحمام صحته كويسه وبياكل بكميه كويسه وما شاء الله ربنا يبارك لنا ويبارك لكم ويبارك للجميع. تمام كده شفنا مع بعض ازاي انا بقدر ان انا استخدم الاملاح المعدنيه. طبعا الكميه اللي انا حطيت عليها دي هتاكل ممكن 10 تجواز حمام او اكتر من 10 تجواز حمام. فحبه الاملاح المعدنيه اللي انا حطيتهم عليها سواء بودر او سائل، فالكميه كده مش هتكون كبيره بل هتفيد الحمام. طبعا الكميه ديت هتكفي يوم او يومين او ثلاثه ايا كان، مش هتفرق. احنا محتاجين ان احنا ندي الحمام املاح معدنيه. طبعا هتلاحظ بعد كده ان الحمام بدا يعلى معاك في الخصوبه، الذكوره اللي كان بتروق هتبدا ان هي موضوع الترويق عندها يقل. النوتي اللي كانت بتبيض البيض قشرته ضعيفه، هتلاقي البيض بقت قشرته كويسه. النوتي اللي كان بتاخر ما بين العش والتاني هتلاقيها بتبيض على طول، ما فيش موضوع التاخير دوت، وبقت عندها سرعه في الانتاج كويسه. هتلاقي طبعا تلاحظ ان موضوع ان الزغاليل تطلع معاك حجمها صغير هيبدا يختفي، وهتلاقي تطلع معاك الزغاليل حجمها كويس وصحتها كويسه وتكبر معاك بسرعه. الحمام اللي بيقلش هيبدا يرمي ريش بسرعه ويجدد الريش بتاعه برده بسرعه. طبعا فوائدها كثيره ومميزاتها كثيره. الاملاح المعدنيه انا ما ببطلش استخدامها، بستخدمها على طول. امتى استخدمها؟ استخدمها في اي وقت ما بستخدمش فيه ادويه مضادات حيويه. طبعا الاملاح المعدنيه برده من ضمن الحاجات اللي ممكن تتحط على التحديق. الاملاح المعدنيه البودر اللي احنا شفناه ده الجاف ده ممكن يتحط على التحديق، مهمه جدا في خلطه التحديق. يا رب اكون قدرت افيدكم بالفيديو ده واكون قدرت اوصل لكم المعلومه بشكل سهل ومبسط.
يا ريت ما تنسوش الاشتراك في القناة، اللي مش مشترك في القناة يشترك، واللي مشترك في القناة ومش مفعل الجرس يدوس على رسمة الجرس اللي جنب كلمة اشتراك، ويعمل لايك على الفيديو. لو عندك أي استفسار اكتبه لي في تعليق وأنا هرد عليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم مجمري من تونس.